ما دام نهر الفرات جاريا فهي باقية لا تغادر أهلها، فأصوات خرير المياه المتصاعد من عجلاتها اختلطت مع أصوات زوارها، وكأنها تروي قصصهم وذكرياتهم الكثيرة، وتشهد على الأجيال المتعاقبة التي نسجت عنها أغاني ومواويل لا تزال حاضرة في الأذهان على الرغم من كل ما جرى ويجري في العراق. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أدرجت النواعير في قضاء هيت بمحافظة الأنبار ضمن لائحة التراث العالمي غير المادي، وهو ما أعاد التذكير بأهميتها التراثية التي قاومت لسنوات طويلة أيادي التخريب والإهمال الحكومي. عشرات النواعير تنتشر على جانبي نهر الفرات في مدن هيت وحديثة وعانا وراوة، ورغم اندثار العمل بالنواعير كوسيلة لسقي الأراضي الزراعية، إلا إن هذه النواعير تشكل جزءاً من ذاكرة وهوية تلك المناطق وسكانها. إدراج النواعير على قائمة التراث العالمي اليونسكو منح الأمل لسكان مدن غربي الأنبار بعد الويلات والنكبات التي شهدتها مدنهم نتيجة العمليات العسكرية، لكن هذا الأمل سرعان ما تلاشى عند استذكار ما يجري لأهوار جنوب العراق التي تحتضر بسبب الجفاف والإهمال على الرغم من إدراجها على قائمة اليونسكو.